الله معكم بهالطبيعة الحلوة يلي بتعكس كتير إبداع وعظمة الله إيدي اللي نسجت كل شيء ألوان أشكال حركة أنا مبدئيا يعني بالطبيعة بسبح الرب وبشوف قديش الطبيعة بتقدر تكون حافز للإنسان يتعلم ويبتكر أساسا أنا بحس أنه كإنسان كل اللي بعمله اذا كان جديد هو من اللي بشوفه يعني هو نتاج ش... ش... اللي بشوفه واللي هو الله الاب خالقه هلا طبعا كل اللي بنشوفه فينا نستعمله او عم بيستعمل بوجهتين شو يعني بدي احكي ندفع عن الاعلام والاعلان وصناعه الاعلام وصناعه الاعلان طبعا في كتير إبداع بصناعة الإعلان في كتير إبداع فعلا في أفكار بتحس إنه بتصيبك إن كان الصورة اللي بتنحط بالإعلان وإن كان الرسالة أو الكلمات اللي بتمرق بالإعلان وإن كان الأشخاص كيف ما بيمرقوا هلأ مريت في كتير فشل لأنه بيكون في تسخيف للجمالات في كتير تسخيف لعوامل الجمال إنما في مرات أكيد في نجاح بس طبعا كل صناعه اعلان خلينا نحكي عن الاعلان بالاول، كل صناعه اعلان بتبتغي بالاول جذب الناس من هيك مرات بيستعملوا اسلوب الكذب عالناس الناس تيجذبوهم، يعني شو بدي اقول؟ عم بتذكر امبارح كنت مارق بمطرح في دعايه لمنتج بخص الطبخ شو بدكن تلاقوا مكتوب تحت اسم هالمنتج هيدي البضاعة بتعمل منك نجمة طبعا في استهداف كل اعلان بيستهدف فئة من الناس ان كان عمر وان كان اناس او ذكور ومنشوف انه اجمالا اجمالا يلي يستهدفوا هني الستات من هيك مرات بتلاقي الاعلانات بتستعمل الستات صورة الست رغم كل العظمه يلي كل ست بتختزنها بشخصيتها وبدورها وبرسالتها مرت بالاعلان بي بيحول كل ما تختزنه المراه بحوله لشيء مبتذل وشيء اقل بكتير من قيمتها على القليله كانسان من هيك من حيث لا ندري وقت اللي ما بيكون عندنا وعي منحس انه الاعلان بيخدنا الاعلان بيخلي بيخلينا نحدد اللي نحن بدنا اياه يعني انا بكون ما بعرف شو بدي نقي بيجي الاعلان حتى يخدني وراه فعلا مرت كثير بفكر قديش الاعلان صناعه الاعلان وما بدي عمم يعني مش بالمطلق قديش صناعه الاعلان بتركد فئه كبيره من الناس وراها ومرت هالناس اللي بتركد ورا الاعلان لانه بدها تختار حسب ما عم برح اقول مش يقترح الاعلان عليا عم يفرض الاعلان عليا بتحس انه عم هاي الطريقه بتخلي الناس تفقد من من كل مقومات الانسان ان كان الحريه ان كان الفهم ان كان يعني الاختيار ان كان التمييز الاعلان مرات بيقضي عهود فينا إذا كنت أنا مش منتبه شو يعني وقت الإعلان هو جاهز تا يقودني أو يديرني أو تيلقطني ويخدني روح اشتري هيدا البرودكت أو هيدا المنتج وساعتها أنا ما بعرف بس لأنه هيدا في له إعلانات كتير هالمنتج يعني لازم يكون كتير منيح ومرات بصيروا الناس يتنافسوا بين بعضهم إنه آه أنا بجيب هيدي الماركة هيديك بيقول لا انا بجيب هاي الماركه بصير في تنافس لمجرد بس لانه معروف مشهور بغض النظر عن النوعيه وعن النتيجه يلي بيقدر يعملها هالمنتج من هيك بشوف بعصرنا الاعلان خطر كتير بالانتخابات بيستعملوا الاعلان بالصحه بيستعملوا الاعلان بالرياضه بيستعملوا الاعلان ومرات بس تاخذوك بالاتجاه اللي صانع الاعلان بده اياك تروح باتجاهه وين بيكون وين بي بيروح رايي وين بيصير محل رايي وحريتي وخياراتي هلا رح شوف الوجهه الروحيه من بعدها كمان في صناعه الاعلام الاعلام اليوم اللي هو صار اليوم اخطبوط مهيمن او مسيطر او لاقط البشريه قديش الانسان بده يكون عنده نضج وعنده مخزون ثقافي ومعرفه خارج عن اللي بيقدموا الاعلام وكمان الاعلان تيقدر يضل حر مرات شعوب ع حيلة ولا مجتمعات ع حيلة بتبقى مستعبده للاعلام وللاعلان وبعدين يلا حط راسك بين هالروس وقول يا قطع روس ما كل الناس هيك ما كل الناس بيروحوا على هيدا المطرح ما كل الناس بيشتروا هاي البضاعه ما كل الناس بيعملوا هيك ومنصير نحن كان يعني في تعامل معنا كأنه شيء قطيع قطيع ما بدي اسميه يمكن قطيع بشر ويمكن قطيع مواشي بنمشي تبعا للي بيلعبوا فيه طبعاً وقت اللي عم نقول فن وصناعة يعني بيستعملوا كل المؤثرات على الإنسان مشاعره، تاريخه، أفكاره وخاصة المشاعر كرمال يخلي الواحد بدون ما يفكر يمشي ويصدق ويتبنى يلي عم بيقولوا الاعلام او الاعلان بس فعلا المسيحي ما بيقدر يكون فريسي ورهيني للمعلن ما بيقدر لانه بيقول بولس يسوع حررنا حررنا تحريرا يسوع بيقول لست ادعوكم بعد عبيدا بل ابناء لما انا بكتشف قيمتي كابن لالله الله الاب ما بقى اسمح لشي يستعبدني ويخسرني الحريه اللي انا بتميز فيها كانسان انه اذا انا حر بقدر روح اختبر اسال فتش بدون ما انصاع للاعلان والاعلام يلي بدو يديرني صوب صوب الاتجاه اللي هو بده اياه انا بدي اطلع بانجيل ربنا يسوع للإدسلو او مبدئيا مرقص كمان قديش أه 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 شو شو اللي بيطلب منا نحن نكون معلنين انا مني فريسه او عبد للاعلان وصانع الاعلان طبعا خلف الاعلانات بيبقى في مكاتب طويله عريضه وشركات وإمكانات مهوله امكانيات ماديه وتقنيه بالوقت يلي يسوع بيختصر كل يلي شركات الإعلانات بتعتمدوا تتستعبد الناس وتجر وراها بيستعملوا إمكانيات مهولة مثل ما قلت يسوع بيقول باختصار بعد قيامته بدون ما تكون أنت عايز أي مقدرات أنت اللي بتعوزه اختبارك الشخصي مع يسوع الحي اللي قام من الموت تتروح تعيش هذا الاختبار تنقل هذا الاختبار للناس القابعين في ظلال الموت القابعين في العبودية لما أنا بقدر اعكس اختباري مع يسوع الحي ما بيكلفني شيء ما بدي وسائل تقنية ما بدي ألوان وما بدي أضواء وما بدي شيء كل اللي بدي إياه هيدا الاختبار هو لوحده بشع مني لأنه اختبار قيامة يسوع هو هو حقيقة اللي بيطلع مني، هو بحد ذاته الإعلان، إعلان عن الحياة، إعلان عن الموت المهزوم، عن الموت المكسور، وعن الصليب، صليب المجد يلي قطعنا من الموت للحرية، بكل بساطة ما بدي كل هالقدرات والمقدرات والتكنيك يعني الأمور التقنية، ما بدي منها شيء أبداً أبداً. بيقول يسوع من بعد ما بآخر إنجيل المرقص بالفصل 16 اه اذهبوا في العالم كله هاي أول حركة اذهبوا في العالم كله أعلنوا البشارة إلى الخلق أجمعين ما أنا إذا ما عندي شيء جواتي ما عندي ما عندي شيء أعلنه يعني أنا بس بحتاج يكون عندي اختبار اختباري الشخصي لقيامة يسوع اختبرته ولمسته بيقول من امن واعتمد يخلص ما فيش مساومه الاعلان بيساوم وبيعمل بكبر الصوره اكثر من حقيقتها من لم يؤمن يحكم عليه الذين يؤمنون تصحبهم هذه الايات باسم يطردون الشياطين مش بيقبلوا الشياطين يتحكموا فيه يتكلمون بلغات لا يعرفونها قمة المواهب يمسكون الحياة بأيديهم وأن شربوا سما شرابا قاتلا لا يؤذيهم هاي المناعة اللي كل واحد منا بيحتاجها قدام افتراس الإعلان للنفوس الضعيفة للأشخاص اللي هني بدون ثقافة يسوع الحي لأي من الموت أنا مسيحي وما عندي هاي المناعة خليني أروح سرب عبيتي إذا ما بدي يكون عندي هاي المناعة وإذا ما كنتش قادر أفضح يلي الاعلان عم بجرب يكبني عليه او يوديني عليه او الهاويه يلي بده يوديني عليه ويصير عبد لمنتج مش لحقيقه مش لشخص اسمه يسوع الحي أي من الموت انا رايح ومش هتطلع بالاعلانات ورايح بس خلي هيدا الكتاب هو يلي يوجهني ويعطيني قيمتي باي